دولة قطر ضيف شرف في طبعة الكتاب معرض الكتاب، وأن هذه المشاركة القطرية تتجسد من خلال إرادة القيادتين والعلاقات الاستراتيجية اللي أرساها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى وأخيه فخامة الرئيس عبد المجيد تبون حفظهم الله، لهي إرادة واقعية لعلاقة عربية استراتيجية. تأتي المشاركة القطرية في هذا المعرض بورش عمل وإلقاء ندوات، وأيضا نشكر الحكومة الجزائرية ونشكر معالي وزيرة الثقافة على هذا الدعم اللامحدود صراحة في هذا المعرض، وإن شاء الله تكون استضافة دولة قطر إضافة لهذا المعرض. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.